نروح لفترة الثمانينات لما بلشنا بالمسرح، إذا بنحكي مثلا برضو على التسعينات أوه. وبدايه الألفين كان في هناك حركة مش... مسرحية نشطة، صحيح. يعني بنقدر نحكي بالأردن. لكن المشكلة هي بالحكومات المتعاقبة، هي بسياسة الدولة أوه. بكيفية التعامل مع المسرح والفنون. صار في معاك صدام بواحدة من المسرحيات اللي أوه. حاولت إنك تقدمها، بس بسبب أوه. عنوان المسرحية بغض النظر عن المضمون، رفضت المسرحية. فاحكي لنا أكثر يعني قديش احنا دولتنا تعتبر الفن اولويه؟ مش اولويه ويا دوب 1982 بلشنا مسرح الفونيس انا واصدقائي اللي هم عامر ماضي ونادي العمران الله يرحمه واللي هم المفروض انهم توفوا توفاهم والله يعني ماتوا اللي هم في العالم الاخر ان شاء الله انكم احياء قاعدين في البرزخ بشوفونا مثلا او بيسمعونا لانه هيك في هيك قصص ما بتحكي عن يعني الموضوع هذا كمان انا بالنسبه لي في عالم الخراريف والدراما مفيد جدا كان صحيح او مش صحيح حدا بنقض وحدا بوافق عليه حدا بحرب ومش هاي المشكله يعني عملنا اجتماع ثلاث اربع ايام اربع ايام متواصلات ما طلعناش من البيت احنا الثلاث ومع عامر مع العود ننام ونصحى وناكل وكذا حكينا في كل هذا الحكي تبع المسرح كل واحد طفولته في العقبه في عمان, عمان. عبر جبل القلعة والعقبه ونادر بحلحول والخليل وعمان انا الغوريه والزرقاء وفوق شوي هذا حياتك مسرحك الشخصي نعم وناقشنا قصه المسرح العالمي والمسرح العربي نعم. وايش صار في تغيير وتطور ومدارس ومذاهب واحنا كان في عندنا شوي روحات وجيات على بغداد على بيروت على دمشق على مصر على على المغرب على هيك اشياء فالتقيت وشفت عروض مسرحيه المسرحيين العرب نعم <applause> <applause> ولد في راسك صراحه كان آه صندوق العجب تبع عندنا وخراريف ستك راحوا كان يطلع كده شوي شوي فوصل اول عمل عملناه كانت مسرحيه اربع ساعات ونص دم دمتك بس انت تلاتة نعمل مسرحيه اسمها طوب ططي واحد اول واحد دم, دم دمتك بعد فرق مسرحيه وجدت مسرحات ومسرحيه هي طول هي رحله حرحش اسامي لها علاقه بالموضوع وفيها ل... فيها تفكير مسرحي شعبي نعم زي ما نقول عجب بس ب... بطريقه واحد لابس بابيون وربطه وهيك مش مش هالقد شعبي يعني ولا بقول ل... كان رئيس دوله رئيس الوزراء الله يسهل عليه مضر بدران بقرأ اسمه السو... بقول ل... ومعالي وزير الثقافه اظن معنا ابو كان يعني يسعدهم جميعا يعني. ولا شو بدكم تعملوا لنا حفلة تطويط في البلد؟ ايش تطويط؟ هي احنا صوت زمامير يعني نعم ابو قاعد ايام البسكليت والسيارات نعم. القديمة والتطوير تبعها وزمور بدك تنبه اللي قدامك يعني وهي القصة ايش انه اصلا ولا في راسنا انه نعمل تطويط لا في البلد ولا في غير البلد، نعمل مسرح نجي نعمل مسرح بدنا نروح في المسرح الاردني لقدام مش لا منشقين عنه لا بتطوطوطوطوط ولا ايوه ولا بزعل نقول يا اخوان احنا لبعضنا البعض المسرحين في الحاره زي ما بتقول شو اسمه يا اخوان بدنا نبدا الجلسه ودقات المسرح ثلاث طوط يعني مربوطه كده الحكايه واول نص ساعه كلها طوط ططيط بتحس حالك بدك تنام بس ما حدا غير اسم المسرحية يا عم تطويت يا عم كنا بدهاوش أنا ونادر عليها يعني كان ممكن تفلعنا صارت الكورة في ملعبنا طبعا غيرنا الاسم حطينا شو سناب الحلم الطوطات وافقوا فروحنا أبصر شو بنقول له إنه يعني عزبتونا أسبوعين غيرنا الاسم وافقتوا آه شو القصه لا حطيته آه. بالاخر يعني آه بالآخر. يعني اكيد صار مؤكد يعني السيناريو انت شو شعرت وين كانت ب... المشكله اه شو شعرت وين كانت المشكله المشكله هو, هو عبر عنها هل هي مشكله ب يعني على راي القصه احنا انتهى وقتنا بدنا نطلع ب بفاصل ولكن لازم نسمع وين كانت المشكله آه في مخ الحكومه في القانون ال قانون السياسه الثقافيه في في الحكومه نعم. وبعدين ممكن نحكي في موضوع العيان والنواب نعم وتقييم للاساسيات والكماليات كمان أيوة. كيف تنظر الدوله نعم. الى الاساسيات والكماليات طيب نكمل يعني يطلعوا عليك يعني كماليات آه انه صح. فيك تقول العطر انه هو اهم كتير كتير كثير من المسرح وبالتالي الشعر والروايه والعلوم اذا بدك كمان يعني في هذا في جزء دايل من دايل تاريخ الموضوع. البلد يعني نعم صراحه انا حاولت مهادة بس لا أوكي. لازم لازم نحكي عن بس أنه كده المسرح كده والثقافة يعني. كماليات الحمد لله خلصنا اه احكي لك في مجال نحكي دقيقة نص دقيقة بثو بثواني بثواني أه. سريعة بعد 30 سنة حكيت نفس القصة في تكريم لإلي صار مهرجان المسرح قبل سنتين مضر معالي قال أنه بدنا الشوارع ومي ونسقي العالم بعد 30 سنة لا زفت الشوارع ولا المي زبطت ولا الأكل زبط والخبز راح والمسرح بح.